صباح الخير مشاهدينا، لكن اليوم راح نكون عم نخصص تماريننا بس لعضلة الصدر وعضلة الكتف. كل اللي راح نحتاجه هو دمبلز وبنش. أول تمرين راح نكون عم نستهدف فيه عضلة الصدر. طبعاً الأوزان اللي راح نكون عم نستعملها بأي تمرين راح نكون عم نعمله هو حسب كل شخص قديش قدرته يكون عم يحمل أوزان فيها، وخاصة أول تمرين اللي راح نعمله هلأ لأنه بده شوي تركيز خاصة على المفاصل تبع الكتف. سو أول تمرين مثل ما قلنا راح نستهدف عضلة الصدر، راح كون عم نام على ظهري بهذا الشكل، بدي خلي الدمبل تحت الكتف بهذه الطريقة، بدي كمان لزق كتافي بالبنش كرمال ما يكون عندي المفصل تبع الكتف منه ثابت. سو بثبت كتافي لورا بهذا الشكل وبدي انزل بايدي بهيدي الطريقه. هذا التمرين اسمه تمرين تشست فلاي، مثل كانه وضعيه طيران للايدين بهيدا الشكل. سو بدي انزل لتحت بهيدي الطريقه، بدي اوصل تقريبا على مستوى الكتف، ما بدي انزل كثير لتحت كرمال ما احط بريشر او ضغط على المفاصل، بدي اوصل بس لهيدي المنطقه وبرجع بطلع لفوق بهيدي الطريقه. سو هذا التمرين بدي اكون عم بعمله على مهلي انا ونازل كرمال ما احط بريشر وضغط على المفصل واذي حالي، بنزل على مهل باخذ نفس برجع بطلع لفوق على الاخر وبفضي نفس. اهم شيء الاجرين يكونوا ثابتين على الارض واسفل الظهر والظهر كامل ثابت على البنش كرمال ما يحط ضغط او سبب اي بريشر على اسفل الظهر، واحمي كتافي. بنزل لتحت بهيدي الطريقه، باخذ نفس على مهله وبطلع لفوق وبجرب ركز على عضلات الصدر انا وعم شغل هيدا التمرين. هيدا بالنسبه لاول تمرين. ثاني تمرين رح نكون عم نعمله كمان رح نكون عم نستهدف عضلة الصدر، بس رح نكون عم نستهدف عضلة الصدر العلوية. سو لحتى أكون عم بستهدف هيدا العضلة، كل اللي علي أعمله أنه علي البنش 45 درجة بهيدا الشكل بهيدا الطريقة. وكمان رح نكون عم نستعمل فيها الدمبلز، باخد نفس الوضعية، بدي خلي ظهري ثابت على البنش وإجري ثابتين على الأرض، بحط ايدي فوق بهذا الشكل، كمان بدي اكون مثبت كتافي على البنش لورا وبدي انزل بهيدي الطريقه، بوصل تقريبا على مستوى الكتف وبطلع لفوق بهذا الشكل. كمان هون بدي اكون عم بنتبه على الانجل تبع الكوع، ما بدي اكون عم بفتح كواعي لورا بهذا الشكل، بدي ضب كواعي لجوا لحتى اكون عم بحمي المفصل تبع الكتف. سو بوصل على مستوى الكتف بهذا الشكل، باخذ نفس وبطلع لفوق بهيدي الطريقة. هلأ طبعاً عدد التكرارات اللي بدي يكون عم بعملها بهيدا التمرين فيها تتراوح بين 8 ل 10 ل 15 حسب الأوزان وحسب كل شخص، مثل ما قلنا بالبداية على حسب راحتكم، وكمان حسب كل شخص إذا مبتدئ أو صاروا زمان بيتمرن. سو بنزل على الأخير مثل ما قلنا وبطلع لفوق بهيدا الشكل. مثل ما قلنا هذا التمرين بيستهدف العضلة العلوية من عضلة الصدر أو الجزء العلوي. هيدي بالنسبة لتاني تمرين. ثالث تمرين رح نكون عم نعمله رح نكون عم بعمل فيه طريقتين، الطريقة سنجل اللي رح استعمل فيها إيد إيد، وطريقة تانية اللي هي الإيدتين مع بعض. أول تمرين رح نكون عم نعمله رح استهدف فيها عضلة الكتف الجانبي، رح كون واقف صدري لفوق، الظهر جالس، المعدة مشدودة، اللي علي أعمله أخذ إيدي بهذا الشكل على الجنب. هلا كمان بدي اكون عم منتبه على كذا شغله انا عم بعمل هذا التمرين كرمال اتجنب اي اصابه او اي ضغط على مفاصل ما بدي شغلها. سو ما بدي اكون اول شيء عم مد ايدي ستريت بهذا الشكل كرمال ما احط ضغط او بريشر على مفصل الكوع، بدي اقطعج ايدي شوي بهذا الشكل. سو من تحت خلي صدري لفوق، بشد المعده، باخذ نفس وبطلع بهذا الشكل وبنزل على مهله. مثل ما شايفين بوصل على مستوى الكتف وبنزل لتحت. هلا الهدف من انه كون عم بعمل سنجل ارم هو انه كون عم ركز اكثر على هيدي العضله، وكمان كون عم شغل عضلات المعده يلي هي بتساعدني كون عم ثبت جسمي. سو بكون عم بكسب شغلتين بوحده، عم شغل عضله الكتف الجانبي وعم بشتغل على موضوع الثبات او الستابيليتي تبع الجسم. والطريقه الثانيه يلي هي اذا الشخص بده يكسب وقت اكثر، اكيد فينا نكون عم نعمل الايدتين مع بعض بهيدا الشكل. بطلع سريع شوي وبنزل على مهلي، باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق. مثل ما شايفين الطريقه اللي عم بنزل فيها على مهلي هي اكثر شيء افكتيف واكثر شيء بتساعد على تقويه عضلات الكتاف الجانبيه وتكبيرها بهيدي الطريقه. رابع تمرين اللي هو الاساسي لعضله الكتف
رح كون كمان عم بستعمل فيه البنش. بدك حط البنش او ظهر البنش ثابت وستريت بهيدا الشكل، بده يكون الظهر جالس على طول. كمان رح نكون عم نستعمل الدمبل، بدي خلي ظهري ستريت ولازق بالبنش، بعلي الدمبل على هيدا المستوى، بحط كواعي شوي لجوا. كمان بدي يكون عم انتبه لموضوع الكواع كتير مهم، ما بدي يكون عم بفتح كواعي لورا كرمال ما احط ضغط على المفاصل. بحط كواعي لجوا، صدري لفوق، باخذ نفس وبطلع على الاخير لفوق بهيدا الشكل. بجرب انزل على مهله وبطلع على الاخير لفوق بهيدا الشكل. مثل ما قلنا هيدا التمرين بيستهدف عضلة الكتف الأمامية ومن أهم التمارين لعضلات الكتف. سو بجرب اطلع سريع شوي وبنزل بطيء بهيدا الشكل. كمان هيدا التمرين عدد التكرارات فيها تتراوح بين 8 ل 10 أو 15 تكرار. هلأ رح نرجع نعيد التمارين اللي عملناها من البداية. أول تمرين عملناه هو بيطال عضلة الصدر، نزلنا البنش على الآخر بده يكون فلات بهيدا الشكل. أول تمرين مثل ما قلنا عملنا تمرين تشست فلاي، سو بدي يكون نايم على ظهري، ثبت إجري على الأرض، الظهر ثابت، الدمبل تحت الكتاف، ثبت كتافي على البنش وبنزل على الأخير بهيدا الشكل. مثل ما قلنا بدي انتبه أكتر شيء أنه ما انزل كتير لتحت كرمال ما سبب أو حط ضغط على المفاصل تبع الكتف، بوصل لمستوى الصدر وبطلع لفوق بهيدا الشكل. باخد نفس أنا ونازل على مهلي، برجع بطلع لفوق على الآخر بهيدا الشكل. وأهم شيء يكون مركز على عضلة الصدر أثناء التمرين. هيدا بالنسبة لأول تمرين. تاني تمرين كمان استهدفنا فيه عضلة الصدر العلوية، كمان عليت البنش لفوق بهيدا الشكل. كل ما كون عم علي البنش أكتر، كل ما كون عم بستهدف عضلة الصدر العلوية أكتر. سو كمان نفس التكنيك، بحط الدمبل تحت الكتف، خلي كتافي ثابتين، الجرين ثابتين على الأرض، بنزل على مستوى الصدر، باخد نفس وبفضي نفس فوق بهيدا الشكل. بعمل التمرين على مهلي كرمال حس بالعضلة أكتر والتكنيك يكون ضابط أكتر بهيدي الطريقة. هيدي بالنسبة لتاني تمرين. تالت تمرين عملناه هو نحن واقفين بطال عضلة الصدر الجانبية، اللي رح كون عم بعمله الصدر لفوق، المعدة مشدودة، الظهر بده يكون ستريت وبطلع بإيدي على الجنب بهيدا الشكل. سو باخد نفس أنا ونازل وبفضي نفس أنا وطالع. وكمان كرمال اكسب وقت فين يكون عم بعمل التمرين بالإيدتين مع بعض، خلي صدري لفوق، بشد المعدة، باخد نفس وبطلع على مهلي وبنزل على مهلي كرمال كون عم صيب العضلة مزبوط وما عم بأذي حالي ولا عم بعمل التمرين على السريع بهيدا الشكل. وآخر تمرين عملناه هو بيطال عضلة الكتف الأمامية، يلي هو يعتبر من أهم التمارين لعضلة الكتاف. سو كل اللي علي أعمله جلس البنش بهيدا الشكل، بدي يكون الظهر على طول عندي ستريت، بدي يكون قاعد على البنش وملزق ظهري بالبنش كومبليتلي، وإجري بدي يكونوا ثابتين على الأرض. بحط الدمبلز تقريبا على مستوى الكتاف، بفوت كواعي لجوا، بطلع على الاخير لفوق وبنزل لتحت بهيدا الشكل. اهم شيء يكون عم ثبت كواعي بشكل صح، يعني ما بدي افتح كواعي لورا، بدي خليهم شوي لقدام وما بدي انزل كثير بايدي لتحت، بدي وصلهم بس لهيدا المستوى. باخذ نفس وبطلع لفوق بهيدا الشكل. كمان مثل ما قلنا عدد التكرارات يلي عم تكون عم نعملها تختلف من الشخص للتاني، سو فيها تكون عم تتراوح بين 8 ل 10 ل 15 او حتى 20 تكرار على حسب ما تحسوا حالكم مرتاحين. وطبعا كل شخص بيقدر يحمل على قد ما هو بيقدر. عوده لك امين ميلاد.